أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما هي الوسيلة لطلب العلم، وبماذا يبدأ الطالب المبتدئ من الكتب؟ الوسيلة لطلب العلم أن تختار المدرس أولا، تختار المدرس الكفء العالم الذي تستفيد منه، ثم هو يختار لك الكتب التي تدرسها عليه. أما أنك تختار الكتب قبل أن تختار المدرس، الكتب وحدها ما تكفي، حتى لو اخترت كتبا لا تكفي حتى تختار المدرس أولا. وأنا أنصح لكل من يمكنه أن يلتحق بالمعاهد الدينية، معاهد العلمية، وكلية الشريعة، وكلية أصول الدين، كلية اللغة، أنا أنصح طلبة العلم اللي يمكنهم الالتحاق بالدراسة النظامية أن يلتحقوا بها، والذين لا يمكنهم الالتحاق أن يختاروا من المشايخ من عنده علم وعنده استعداد للتدريس، فيطلبون منه أن يدرسهم وأن يجلس لهم.